برنامج وراثيات شعبية يقدمها لكم عبيد العوني في القصص وأبيات الحاضرة والبادية، ونرجو انحنان رضاكم. قصيمي دوت كوم. من طاح من عينك ومن فيه ما طاح، ذي طيبتك واليوم تدفع ثمنها، حتى لو انك كنت صاحي ولماح اصحاب كيف الحال، محدنا ضمنها صفوا على جمر الحسد والعفن فاح، ولما تعفون الخلق ريحة عفنها يالله دخيلك كلها شالت ارماح، حتى الوغد قام يتخمش رسانها، قالوا لي ينطح صيحة الصوت بصياح، وعز الاحرام السالفها عن كفنها، قلت الخسارها ضردية عندي ارباح، مثلي علي هامتها ما طمنها، ترسي جبال طويق لهبة رياح، وانا من اول ما اخذ الراية منها اقولها انا مروق ومرتاح، شل الله لسان العفون وبدنها. من طاح من عينك ومن فيه ما طاح، ذي طيبتك واليوم تدفع ثمنها، حتى لو انك كنت صاحي ولماح، اصحاب كيف الحال محد ضمنها، صفوا على جمر الحسد والعفن فاح، ولما تعفون الخلق ريحة عفنها. يالله دخيلك كلها شالت رماح، حتى الوغد قام يتخمش رسنها، مات الحياة والمرجلة دمها ساح، كل انكشف عن سوريا دفنها، دمه زمن عقرب وحياه وتمساح، خلال سود تنام ما هو زمنها، قالوا لي انطاح صيحة الصوت بصياح، وعز الحرام السالفة عن كفنها، قلت الخسارة بردي عندي ارباح، ومثلي عليها متهما طمنها، ترسي جبال طويق لها بات رياح، وانا من اول ما اخذ الراي منها اقولها وانا مروق ومرتاح، شل الله انسان العفون وبدنها، شل الله انسان العفون وبدنها، شل الله انسان العفون وبدنها.